إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يسعد أوقاتكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج متل معنا. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. خلونا نشوف أنا وأنتو شو بتعرف الناس عن هذا المثل. يلا معنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا حضرتك. عم وليد فارس. وليد من وين؟ من حلب، مدينة حلب. يا ميت أهلا وسهلا فيك عم وليد. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يخليكم يا رب. عم أعطيني مثل شعبي مشهور بحلب كتير. اللهم صل على سيدنا محمد، لا تكتر الروح على بيت أبوك بكرهوك. نعم، نحن يعني أنا سمعت بهذا المثل. نعم. لا تتقل على أمك وأبوك بيكرهوك. نعم يعني لا نفس المعنى. المعنى نفسه. نفس أيوة المعنى. أيوة تماما. صدقت. الله يحميك تماماً. يا رب. الله يبارك فيك. الله. طيب عم أنا بدي أسألك عن مثل هالمرة. تفضل. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم. شو يعني؟ يعني هذا مثل كتير كويس وكتير مهم في الوضع هذا اللي نحن فيه. فيه يعني حكمة يعني. فيه حكمة وفيه عبرة يعني. يعني اليوم إذا ما بتحسن تقدر تحكي أو ما بتفهم الموضوع مع احترامي لك يعني. نعم. فالسكوت أفضل. أفضل من الكلام. بكتير يعني. اليوم إذا بين كلام موزون مفهوم. وجميل. جميل وتفهم واستوعب العقل بين والله كلمة من هون وكلمة من هون عدم مؤاخذة يعني. صح. السكوت صح. من ذهب والذهب ذهب ظل ذهب. صح صح. طيب عم هذا المثل فيه له قصة، قصة شهيرة يعني، حدث صارت قصة لحتى ظهر هذا المثل. شو قصة هذا المثل؟ والله يعني ما عندي علم بالأحرى يعني، بس بقى يعني بتحكي يعني قصة انه يمكن ملك وبالمعنى هذا يعني. ايه شو هي؟ طب احكي لنا اياها، انا بقول لك يا صح او خطأ. شو هي القصة؟ يعني واحد انه كان عم يحكي قصة انه مثل يعني على كسم بلاء يعني انه فتنة. نعم يعني بهالموضوع هيك، بس بقى والله ما بذكره يعني هيك. شكرا لك والله يعطيك العافية. أحمد أنا شفتهم أكتريت يعني محلك مكملات غذائية وبروتينات. إيه صح. إيه كيف الشغل؟ كيف إقبال الناس؟ الحمد لله تمام. وقت هلا أول الشتاء ما في، تعرف الشغل ما في. نعم. باعتبار إنه أول شتاء والعالم عم بتجهز للشتاء من لبس وغراض بيت وهي. تمام. طيب بدي أسألك عن مثل شعبي. تفضل. في مثل بيقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يا سلام. طيب بدي أسألك بس هيك شوي على الكاميرا. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. طيب شو يعني؟ انت مستخدم نحن هاي المقوله، شلون ممكن يكون السكوت ذهب والكلام فضه؟ في اماكن يعني في وقت ما في داعي الواحد يحكي. نعم. يعني في مثلا كبار عم بحكوا. تمام. تيجي انت تتدخل خلص في الاحسن تسكت. تمام تمام. ايه يعني يعني احيانا بيكون السكوت بيعبر عن الحكمه اكثر من الكلام. ايه بالضبط. طيب هذا المثل في له قصه، في له قصه من التاريخ، بتعرف شو قصته؟ لا والله. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. ابو سمير شلون الشغل؟ شلون الحركه؟ والله الحمد لله، بس تعبان السوق. تعبان السوق ما هيك؟ طب شو السبب؟ اوضاع المعيشه والامور الضيقه يعني على الشعب كله، الحرب. رواتب يعني راتب للموظف، راتب الموظف ما بتجاوز 600 تركي او 700 بشكل عام يعني. اي موظف تركي او عنصر الجيش الحر مثلا 400 تركي بياخذ. 600 ليره تركي يعني تقريبا على الدولار 100 يعني 70000. 70000 يعني 100 وشوي. لا ما في 100000، اقل 100 دولار. ايه طيب 100 دولار. ايه 100 دولار يعني اذا واحد بده يشتري بدل له بيزيد معه نص المبلغ، اجره بيت خالصين. ترى خالصين. خالصين، هي اذا لقى بيت ب 50 دولار. بيت ب 50 دولار. طيب هلا انا مو مشان هيك جاي لعندك بصراحه. جاي لعندك بمثل شعبي، لك مرة بالامثال؟ والله قليل مالي ما رفيان. طيب مثل يعني ما هو من هالمثل يعني اللي كثير صعب، مثل يعني منتشر بين الناس كثير، اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. ليكم محل الذهب. محل الذهب ما فينا. يا سلام. شو يعني هذا المثل؟ شلون ممكن يكون السكوت ذهب والكلام فضة؟ يعني الكلام من فضة إذا بارك مجلس وعالم عم تحكي، إذا اجى واحد يحكي كلمة
يجوز يحكي كلمة إنه يسكت أحسن ما يحكيه. أحسن ما يحكيه. يجوز يحكي كلمة يعني تسيء للجميع أو يسكت عنه، يسكت من ذهب أحسن يكون. تمام. طيب هذا المثل فيه له قصة، تعرف شو قصته؟ والله قصته ما بعرفه بالضبط. شكرا لك والله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. متعرف على حضرتك؟ صبحي كنو. صبحي؟ صبحي شلون الشغل؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. على سيرة الذهب، في عندي مثل شعبي له علاقة بالذهب، هات لشوف، شوف تحزره. مثل شعبي بالذهب؟ له علاقة بالذهب، مذكور فيه الذهب. والله ما لي سمعان فيه. طيب لحساعدك، رح أعطيك أول كلمة، إذا. الكلمة الثانية، إذا كان. كلمة ثالثة، إذا كان الكلام. إذا كان كلامه من ذهب. من غير يعني أقل من الذهب كتير. من فضة. فالسكوت من؟ من ذهب. يا عين عليك. طيب شو معناته هذا المثل؟ شو يعني؟ شلون ممكن يكون السكوت ذهب والكلام فضة؟ يعني نحن إمتى منقول هذا المثل؟ عن شو بيعبر؟ لشو بيوحي؟ بيعبر عن السكوت مثلا إنه من فضة و... السكوت من ذهب أصدق. سكوت من ذهب. طيب كيف ممكن يكون السكوت من ذهب؟ يعني السكوت واحد منه ما يحكي يعني الشغلة ما لا مثلا علاقة بأي شيء شي يعني. تمام. يعني أصدق أنه أحيانا ممكن شخص يحكي كلمة وتكون كبيرة أو يأذي فيها المجتمع، ممكن يعمل فتنة، يعمل مشكلة، فإذا سكت كأنه ذهب. كأنه ذهب. يا عين عليك، شكرا لك، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على حضرتك عام؟ بكري قبصو. بكري يا ميت أهلا وسهلا فيك عم بكري. عم بكري شلونك مع الأمثال الشعبية؟ الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال. طيب إذا كان شو؟ إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من تنك. لا عفوا من ذهب. من ذهب نعم. طيب شلون ممكن يكون الكلام فضة والسكوت ذهب؟ لا يعني الكلام لازم أول شيء يكون موزون. نعم حلو. يعني سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه كان يحط حصوة تحت لسانه ومشان ما يحكي إلا ليعرف الكلمة وين رايحة. يا سلام. شلون ما بصير ترمي كلامك هيك، يعني ما بصير تقذف كلامك قذف. نعم يعني أحيانا إذا الشخص سكت كأنه ذهب، لأنه إذا تكلم ممكن يعمل مشكلة. أحيانا السكوت أبلغ من الكلام. صح. بيعبر وبيعبر عن الكلام، بيعبر عن المعاناة ممكن أكثر من الكلام بذاته. شيء أكيد. طيب هذا المثل فيه له قصة عم، تعرف شو قصته؟ والله يعني قصة نظامية أو هيك ما بنعرف، يعني اللي نسمع في المثل ولكن ما بنعرف إيش شو معناه، ما بنعرف صراحة. طيب شكرا لك والله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. متعرف على حضرتك؟ علي حموش. علي يا ميت أهلا وسهلا. علي فيك روح. علي من وين؟ من هون من أساس. يا ميت أهلا وسهلا فيك. علي شلونك مع الأمثال الشعبية؟ والله أبدا أبدا. طيب 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 مثلنا كتير مشهور، مقولة هي منتشرة بين الناس يعني بكثرة. تمام. لح قلك شو هو المثل. إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة، أو بالعكس إذا بالعكس. الكلام من فضة السكوت من ذهب. يا عين عليك. هيك بالضبط. طيب هذا المثل خيو شو يعني؟ شلون ممكن يكون يا أخي السكوت ذهب إذا الكلام فضة؟ يعني هلا مثلا في عندك عالم بتنظر كتير، بتفلسف يعني، بتفلسف كتير يعني، بتتفلفس. بتتفلفس إيه. يعني فشلون ضل لك مثلا خلص الكلام من فضة، خليك ساكت من ذهب أحسن. طيب حلو. يعني احسن ما توجع لنا راسنا. حلو. واحيانا كمان بيكون الصمت بيعبر اكثر من الكلام. طبعا. يا سلام عليك. الصمت بيعبر اكثر من الكلام. حلو هذا الحكي كثير جميل، بس بدي انا قصه المثل. هذا المثل فيه له قصه من التاريخ. تمام. والله شو قصته هذا المثل؟ قصه هالمثل مالي حفظان، في حفظان بس قصه المثل تبع الاستحوماته هذا الوحيد اللي حفظانه يعني. وبعد ما سمعنا آراء الناس المختلفة خلونا ننتقل مع بعض لحتى نشوف شو هي قصة هالمثل وشو الرابط بين الفضة والذهب بالسكوت والكلام. خليكم معنا.
ترجع قصة مثل إذا كان الكلام من فضة فسكوت من ذهب إلى رجل كان كبيرا في العمر وكان مريضا طريح الفراش، وقد كان ذلك الرجل وحيدا لا يعيش معه أحد. لجأ الرجل إلى شخص وحيد كان يتحدث معه، وكان دائما ما يطلب منه أن يأتي إليه كي يجلس معه ويؤنسه وحشته. وبعد أن استقر على الشخص الذي سيحكي له القصص جاء له الحكواتي كما كان يطلق عليه العجوز. وفي اليوم الأول قص عليه الحكواتي الكثير من القصص المسلية منذ الصباح حتى المساء، وأعطاه العجوز المقابل المتفق عليه مقابل الجلوس معه لليوم الأول. ونظرا لكون العجوز كريما مع الرجل، قام الأخير منذ الصباح الباكر بالمجيء إلى العجوز كي يباشر عمله بالقيام بسرد المزيد من القصص. ومع مرور الأيام شعر العجوز بالملل من الحكايات التي كانت تقص عليه يوميا من الرجل. ظل الرجل الحكواتي يتحدث ويسرد في القصص كي يقوم بدوره على أكمل وجه كي يحصل على المزيد من المال مقابل ذلك العمل. لكن الرجل العجوز طلب منه السكوت على أن يعطيه أكثر مما يأخذ يوميا منه على الحديث وسرد القصص. وبالفعل عمل الرجل على التزام الصمت التام حتى نهاية اليوم ولم يتحدث إلى العجوز مطلقا. وبالفعل فقد وفى العجوز اتفاقه مع الرجل وأعطاه أجره أكثر بكثير مما سبق. وفي نهاية اليوم نظر الرجل إلى الأموال التي قد حصل عليها مقابل سكوته عن الكلام، وأخذ يردد بينه وبين نفسه: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج بتل معنا، بعد ما عرفنا شو العلاقة بين الذهب والفضة وبين السكوت والكلام. بإمكانكم تتابعوا متل معنا على موقعنا على الإنترنت halabtodaytv.net، وأيضا بإمكانكم تتابعوا حلب اليوم من خلال المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة. شوفكم بحلقات جديدة وبأمثال جديدة. أودعناكم.